نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة في قرية منشأة ناصر مركز كفر سعد بمحافظة دمياط. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. موجود النهارده في القافله حوالي 12 عياده تخصصيه، كل عياده بيكون فيها الطبيب سواء اللي موجود طبيب اخصائي او استشاري، معانا كمان معمل متكامل فيه حوالي 40 تحليل، معانا كمان صيدليه متكامله تم امدادها بكل الادويه اللي بتغطي التخصصات الطبيه اللي موجوده في القافله، الصيدليه النهارده فيها حوالي 150 صنف دوائي، معانا كمان من خلال القافله ممكن نعمل للمريض اشعه عاديه او اشعه سونار، دوره المريض في القافله بتبدا من اول قطع التذكره، طبعا التذكره بتتقطع بشكل مجاني واي خدمه بعد كده المريض بياخدها من خلال القافلة بتكون بشكل مجاني. النهارده طبعا متواجدين مع قافلة الطبية بقرية منشية ناصر لتوفير الخدمات للسادة المواطنين، طبعا يعني حاجة غير معهود بها ان احنا نشوف كمية القوافل الطبية الموجودة بالقرية، لان قرية منشية ناصر طبعا تبعد عن المستشفى المركزي بكفر سعد اكثر من 15 كيلو متر، فطبعا بنقدم يعني خدمات طبية بتكثيف يعني على القرية. طبعا بنشكر طاقم الاطباء وطاقم التمريض المتواجد في القافله والساده المسؤولين على توفير الخدمه العلاجيه للساده المواطنين. طبعا النهارده شايفين يوم جميل بين اهالينا المواطنين، وشايفين يعني حاسين بان في تغيير المواطنين النهارده، يعني حاجه جديده عليهم اللي هم يشوفوا كميه قوافل طبيه موجوده بالقريه. قافله طبيه مجانيه وفي تعاون مع الدكاتره والناس، في اقبال على قافله وبيدولنا الدواء مجاني، ودي حاجه كويسه بتخدم البلد وبتخدم الناس. واحنا الحقيقه دخلنا وقطعنا تذكره مجانا والعلاج متوفر وفي جميع التخصصات والشغل على اعلى مستوى، الدكاتره مهتمين جدا والشغل. بنشكر الساده المسؤولين على هذا الاهتمام بالقرى